ودي انك تجيب سنايبر وتحاول انك تجيب نوستوب، على الاقل اطلع علي يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فيرو عبد الرحمن، رجعت لكم اليوم في مقطع جديد. طبعا هذا عبد الله ولد عمي، زين قلت ليش ما ابدا اسوي معه تحديات، لان تعرفون انا انسان احب اسوي تحديات، واللي يسوي صدق يفوز بالتحديات نعطيه هديه. التحدي راح احدده داخل الجيم، زين ممكن تحدي او تحديين، اذا سواها في نفس الجيم على طول ايش تتوقع ال ايش تتوقع الجائزه؟ وش تتوقع؟ والله ما وش تتوقع؟ ما تعرف؟ نعم. طيب إذا سوى التحدي وفاز راح يروح إلى مكان عنده وقت محدد يشتري اللي يبغاه من هذا المكان، أوكي؟ محدد ممكن 30 ثانية، ممكن دقيقة كاملة، اللي يبغاه يشتريه. طبعا أتمنى يعجبكم مقطع اليوم، فلا تنسون اللايك، وبرضه لا تنسون تشتركون، ما بقالنا شيء على 3 مليون تقريبا، بقالنا تقريبا 100 ألف. الله يعطيكم ألف ألف عافية، أتمنى يعجبكم مقطع اليوم. وإذا عجبكم عبيس غير ذا، تعال سلك هنا عبيس، اذا عجبكم زد، اذا عجبكم مقطع اليوم عبيس قولوا لنا عشان نخلي سلسله، ترى ساكن معي فاي وقت اقدر اسوي عليه مقطع. اي اذا زد، اذا عجبكم لا تنسوا اللايك، برضو لا تنسوا تشتركون، واتمنى تستخدمون كود افرل. الله يعطيكم العافيه، مع السلامه، بيس، باي باي باي. طيب وين تنزل؟ نبغى مكان شوي زحمه، ها روح هنا، في بوكسين، في صندوقين، روح فوق فوق، ترى ما يمديك تخش من الدريشه، لازم من فوق. ايه يا رب يطلع لك سنايبر، طلع لك شاتجن جديد، يا رب سنايبر، طلع لك اس ام جي قهر. طيب اسمع، التحدي الاول هو انك ابيك تذبح اي احد، اي واحد بس بالشاتجن الجديد. اقول ما لقيت الا ذا. التحدي سهل، ما بديت بالصعب لسه، في واحد داخل ترى فوقك هو الحين، مع اثنين اثنين. يا قوي عبودي، واحد داخل ترى المطبخ هنا، تك يسار، طلع عليه شتجن. يا قوي لا تضحك، والله انك قوي. التحدي الثاني ودي انك تجيب سنايبر وتحاول انك تجيب نوسكوب، على الاقل اطلع علي يعني، نبغى السنايبر الذي لا يرحم صغير. اوف شت، مع سنايبر، مع سنايبر، تعال خذ خذ، يلا العب العب مع سنايبر، يلا جبت لك سنايبر. واحد قدامك، ها هذا هو. والله لو جد يا عبود، رح 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 رح، واقف واقف واقف، ثبت ثبت الدائره اللي في النص عليه، ثبت الدائره اللي في النص عليه. لا عمود، لا في واحد وراك، واحد انحاش 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 انحاش، عشك عشك. خلصت خلصت التحدي، الحين بقالك الاكس، يمديك ولا ما يمديك؟ انحاش 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 انحاش، نصيحه انحاش 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 انحاش، عبد الله انحاش 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 انحاش. اوف، رقه فوق رقه فوق رقه فوق، بنا فوق بنا فوق، ما معك موارد ترى، ما معك موارد، ما معك. اكس، ليه ما ضربت اكس؟ هذا الجيم ان شاء الله تجيب فيه اكس، لا تلعب لا تسوي ولا اي شيء، على طول اكس ترى احسن طريقه، اكس انك تنزل مع واحد استناه تضربه بالاكس على طول، تروح على هذا. هذا اللي بيجيب لك التحدي، هذا اللي بيجيب لك التحدي. عبد الله عبد الله، التحدي عبد الله. شيلة شيلة، خلاص نروح نروح الحين، خلاص يلا يلا شيلة، ادرك ادرك، يلا خلاص يلا خلاص نروح.
للأسف بعد تصوير أمس يوم لعبنا فورتنايت رحنا لمكتبة جرير ولكن تأخرنا في الوقت شوي لأن طولنا وحنا نصور فقفل علينا، فقلنا له خلاص بكرة. طبعا جاء بكرة وتعرف عبد الرحمن عطاها غفوة بسيطة وسحبت عليه، والآن المغرب فبنروح مكتبة جرير مع بعض. خلونا نروح نقابل عبودي وبعدين نروح مكتبة جرير ونسوي له التحدي اللي أنا من زمان مرة متحمس عليه. طبعا الحين بمر عبد الله، كلنا ساكنين جنب بعض، ولكن قلت له يلا اجهز، صل واجهز، تلقاه الحين برا. خلونا نشوف وينه. جا 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 اركب اركب ازوي. والله اللي سحبت عليك اليوم والله، قلت اسمع. انا نمت. ها انا نمت. انت بعد نمت؟ يب. انا شو اسمه مهمني التحدي. كذاب، ما همك تحدي الحين تروح. اي عادي، اهم شيء اللي يعجبك. طيب والتحدي هو ان احنا بنروح هناك اوكي، وبحط سلة، وعندك مدة. زين عندك مدة، ما ادري ممكن نص دقيقة ممكن دقيقة، اي شيء تبغاه اذا اخذته والله العظيم نشتري لك اياه. بس اسمع، اشتر شيء اللي انت يعني انت ناوي، اشياء اشياء تحبها. لا ما لي امي دخل، باخذ اللي قدامي. لو 50 تلفزيون جميل عاد ما فيها تلفزيون. كذاب يقطع بالضيقة. خلاص عادي، أهم شيء اسمع بس التحدي. عشان هو ليش التحدي لازم سلة؟ لأن اللي تقدر تحطه بالسلة باخذه. وش فهمت؟ فهمت التحدي؟ أوكي يعني التلفزيون ما تقدر تاخذ تحطه ذا، بس اللي تقدر تحطه في السلة وعد مني بشتري لك. يعني فاتح الجوال قاعد تشوف مرات جديدة. ها؟ خلاص زبدة، نكمل الفلوق هناك. بس زبدة، احنا وصلنا الى مكتبة جرير زي ما تشوفون. وش السلة اكبر؟ ايش ناخذ؟ كله بس شيء؟ خلاص امس شلها. روح يلا. اسمع، روح عند قسم الالعاب. امشي امشي. يلا. هنا حق السوني. حق الاكس بوكس. اوكي؟ طيب شوف، تعال عند السلة تعال. لا شو دقيقة تبي تطفرني؟ ما تطفرني اوكي؟ راح ابدا راح. ان شاء الله ان شاء الله. طيب اسمع، لا تركض بسرعة، دقيقة عادي، تعمق تعمق. اسمع ولا ترمي الاشياء بسرعة، حطها شوي شوي عشان نعرف وش هي اوكي؟ راح ابدا. بسم الله. واحد اثنين. لا 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 اصبر 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 اصبر. تعال تعال اصبر اصبر. بسم الله. واحد اثنين ثلاثة. بسرعة بسرعة روح، كمل 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 بسرعة، روح عندك ثانية ثانية. بسرعة بسرعة، اللي تبي اللي تبي اللي تبي اللي تبي اللي تبي. اللي تبي اللي تبي اللي تبي اللي تبي اللي تبي بسرعة. بسرعة 10 ثواني. اللي تبي بسرعة. بسرعة ثلاثة اثنين واحد. تعبت تعبت. ها تعال تعال خلنا نشوف ايش خدت. تعال تعال تعبت. ها طيب اسمع اوكي، عبد الله خذها يد سوني، يد سوني فايف. خدت سماعة عادي تصدق؟ شوف اسمح لك انك تغير السماعه لاني ما ودي انك تاخذ سماعه مو بحلوه، فبنغيرها لك. انا بجيب لك سماعه احلى دام انك تبغى سماعه. خذ ماوس، خذ كيبورد. كم خدت ستور يا الكل؟ كم خدت كيف خدت ستور؟ اصبر اصبر. كم ألف؟ لحظه جيب جيب. كم؟ 100 200 300 400 500 500 وخدت سنه؟ ما عندك بلس انت؟ ولا بالغلط سحبتها؟ لا والله اني كنت ابيها. اوكي طيب وش بعد خذت؟ خذت ماوس باد، وخذت ماوس، وخذت لعبتين.
اوكي طيب اسمع اسمع انا بسمح لك تغير السماعه لانها مو مره انا اعرف دي مو مره امسك تاخذها هذه تبي تجربها اي هذه مدحونها الناس تبي تجربها يلا خلاص امشي شوف امانه وخليك صريح معي زين اسمع امانه وخليك صريح معي اوكي لو اعطيك نص دقيقه زياده ايه وش بتاخذ باخذ شريط كول اوف ديوتي خذها والله ايه والله وينه ايه هذه هي خذها طبعا عبد الله خذ اللي كل يبه والله العظيم اني ما حديتك على ولا شيء قلت لك خذ اللي تبي يا عمي ها لا تنسى هذا علشان هذا علشان ابوك ما قصر معي وانا صغير يلا مع السلامه خلونا نشتري الشيء زبد ان الحين نرجع البيت وبعطيه الاغراض وبس ان شاء الله انكم عجبكم مقطع اليوم والتحدي البسيط هذا وقل لهم اسمع قل لهم لا تنسون اللايك واللايك لا تنسون اللايك كومنت وافرن اي اسمع لا تنسون تشتركون عشان نوصل 3 مليون 3 مليون اكبر وقت اي تكفون قلت تكفون يلا انا شيرا عرفهم بنفسك السلام عليكم معكم اي ويكس انت اسمك ويكس لا اي ملقب بالثاني انت اللي تعطيني الفايتات كل شوي تعطيني الفايتات بفورت نايت الا انت ويكس اي دبليو اكس صح انت اي دبليو اكس انت اللي قلت تعطيني فايتات كل شيء وانا ابث صح توني والله انا احسب انت ما كان اسمك عبد الله غفيلي مدري عبد الله جي اتش او يا قدمي الحين كبرنا غيرته غيرته من الغبن وانا اقول يقول لي عبودي قهقه يقول لك عبد الله ايش قهقه عبد الله يعني انت الحين تقول لي وانا ولد عمك يعني تحط ضمني تقول لي يا عبد الرحمن لا تضحك عشان ضحكك دي خايسه اضحك بس مو اضحك ربي العالمين طبعا انا ضحكت سليكيه طيب يعني انت من كلامك تقول ان ضحكتي مره خايسه انا ما قلت خايسه الا انت تقول عبد الرحمن لا تضحك قلت اضحكها بمقاطعك لا تضحك عندي اني بموت ضحك اضحكها بمقاطعك بس ما اضحكها عندك لانك انت بتموت ضحك طيب الحين عبد الله اذا نزلنا المقطع والناس حبتك ان شاء الله وصرت كذا معروف بالقناه ايش تبغاهم ينادونك عبد الله ولا اي ويكس ولا عبد الله قهقه ويكس اي ويكس ولا ويكس لا خلاص اسمع انت من يوم ورايح اسمك عبد الله القهقة رب الله كنت جن والله اذا شفت الكومنتات عبد الله القهقة ايه